سيف الدين، سيف الدين طالب من قسنطينة خويا. اخويا تحياتي ليك ومرحبا بك اخويا العزيز. بدا بيا اخويا سيف كما نقولوا، تعطينا كما نقولوا شويه لمحه كما نقولوا شنو وين عايش وكيف وين كنت عايش، وحكينا على الديبار تاعك كيف كان، وبدي طاي كما نقولوا الحوايج اللي فيدوا بهم خوتنا كل لازم تحكي لنا. بدا بينا على دوله تشاك اليوم خوتي بهم حلقه نحكيو على تشاك. الناس اللي انا اول مره تسمع واحد يسكن في تشاك، وانت كما نقولوا مدى بيا كيما نقولوا تكون عندك معلومات كبيره باش تفيد خواتنا، خاطر ما تكون يحب يروح للشارك ولا الدوله هذه خاطر مش معروفه بالنسبه للجزائريين مليح بزاف. ولا عزيز مدى بيا تشرح لهم كيفاش شو الدنيا الدور تماك. جيت قدام على بالك انا يا نهار ديسيديت نجي للتشاك، بالك البروبليم اللي طحت فيه سكو ما لقيتش واحد اللي يقدر يفيدني باش نجي لهنا. تسمى ما عنديش، تسمى ميم كي طلعت ما عنديش هذوك لي زانفورماسيون الكبار هذوك اللي باش كي نوصل هنا نلقى روحي، فاهم؟ كاين هما دي فيديو باغ اكزومبل طيح في دي جون كيما هكا دايرين دي فيديو هما في التشاك، بصح تلقى باغ اكزومبل عنده فيديو زوج ما يكملش. كاين ابار بالك ما على باليش انا لك انك تعرف ولا ما تعرفوش، كاين واحد مصري على بالي بلي المصري هذا راه عايش في التشاك عنده بزاف، عنده بالك واحد 7 سنين ولا 8 سنين، وسما سيب سما هارب عنده ناسيوناليتي باسبور كلش، دونك سي بور سا ما تقدرش تدي من عنده ذاك، فاهم كيف؟ باسكو شغل ماشي واحد كيما نقولوا نحن واحد جزائري ولا واحد من شمال افريقيا يعطيك لي زانفورماسيون ولا كيفاه فات تعليم كيما فات هو المصري. تلقى المصري قادر عنده حكايه واحده اخرى اللي خلاته يطلع، ماشي كيما ذاك واحد جزائري. هادي يا برك. بون خويا نبريزونتي لكم روحي، انا يا سيف الدين طالب، الناس اللي ما تعرفنيش نسكن في قسنطينه، من مدينه قسنطينه، مقيم بدوله التشاك. شوف يا جمال بالك، لكن تسمح لي برك قبل ما نحكيو على التشاك عندي واحد بيتي باساج برك نحكيو عليه. كاين ناس بزاف دركا اللي ما على باليش بالك سمعت بها الحكايه هذه، ناس كي تقول لهم تحكي لهم على اوروبا الشرقيه تلقاهم يهابوا، والله تلقاهم باغ اكزومبل ديريكت يقول لك اوروبا الشرقيه ما فيهاش المعيشه، فاهم كيف؟ انا دركا باغ اكزومبل لو كان تقول لي دركا سيف الدين واش رايك مثلا في رومانيا ولا في بلغاريا ولا في باغ اكزومبل في اوكرانيا، ولا ما نقدرش نعطيك انا دركا تسمى نقول لك لا كاين مليحه لا ماشي مليحه. علاه؟ باسكو ما عشتش لا سيتيواسيون تما. كاين نعرف عباد انا تما راهم عايشين في رومانيا في بلغاريا في الاخر كيما حنا في ليبي اللي راهم في اوروبا الشرقيه راهم دايرين سيتيواسيون مليحه نورمال عادي الاز، فاهم كيف؟ والبروبليم دركا هذا راهي انا تلقى واحد باغ اكزومبل بالك راه في الجزائر عمره اللي طلع لاوروب وتلقى يقول لك اوروبا الشرقيه مش افير. خويا العزيز نهار ديسيدي تهاجر ما تقوليش باللي راهي اوروبا الشرقيه ولا اوروبا الغربيه. نعطيك اكزومبل خفيف باغ اكزومبل، عندك رومانيا ولا بلغاريا راهم قدروا يفرضوا رواحهم في الاتحاد الاوروبي، فاهم كيف؟ قدروا يوصلوا وين باغ اكزومبل دركا اللي ولاو الاتحاد الاوروبي معترف بهم، بالك ما راهمش في الشنغن، مازال ما فتحوش كيما نقول حنا لي فرونتيير، مازال ما يتعاملوش بالعمله تاعهم تاع الاورو، بصح وصلوا خويا وين قدروا باللي يديروا بلاصتهم في الاتحاد الاوروبي. وزيد على هذا الشيء خويا راهو دركا ما بقاتش كاينه ديفيرونس بين اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه، راه قادر تلقى كاين تلقى دركا البلدان راهم تابعين في الاتحاد الاوروبي في الشنغن وفي اوروبا الغربيه، وتلقاهم خويا راهم ياكلوا من اوروبا الشرقيه، تسمى كراسا لي بي اللي راهم في اوروبا الشرقيه راهم عايشين دركا. وخير مثال راك انت دركا كبالك في الروس وكان على بالك بالشيء هذا، تسمى دركا ما بقاتش كاينه ديفيرونس بين اوروبا الشرقيه ما فيهاش واوروبا الغرب، لا لا خويا او هذه هز هذا هذه يا برك. بون وليو السوجي تاعنا تشاك تشاك نعطيك وليلي لا وليلي الديبار تاعك انت كيفاش كان الديبار تاعك من الجزائر؟ كيفاش جاتك الفكره وكيفاش ديماريتي من الجزائر من النهار الاول وكيفاش رحتي للشاك؟ كيفاش كنت عندك انت ليماجيناسيون قبل على الشاك بكري؟ اسكو كنت حاط روحك راح تروح لها؟ كيفاش كنت عايش؟ ما كنتش خلاص حاط في راسي خلاص ليدي هذه تاع الشاك خلاص. واحد النهار دوك نقول لك الحكايه بالك تضحك شويه. واحد النهار كنا انا وجماعه اصحابي في تونس وبدينا نسمعوا على الجماعه اللي تما لي توريست اللي راهم يجيو تما من تشاك. انا بالك هذاك هو الوقت هذاك برك وين عرفت باللي بالك في 2013 ولا 2012 وين عرفت باللي تشاك راهي صاي كيما حنا استقلت يا اخي، كانت هي بكري تشيكوسلوفاكيا ومن بعد دركا استقلت ولات تابع الاتحاد الاوروبي وكذا. ليه من تما جات ليدي وبديت ما نسمع يقول لك باللي تما راهي في تشاك راهي تما باسكو انا الدومين اللي كنت قدام فيها انايا شغل فيه لهنا تقدر تجي دير فيه شويه افينير دومان تاع لوتيلري. هذه يوم روحت انا الحق روحت لبلادي وبديت كنشارشي عاد شاك من هناك كيف من هناك كاين واحد لوسيت هكا بديت نخرب شويه بديت نتبع نحط لي فيديو نتفرج في الناس من هناك. ايه
طحت فيه واحد عطاني واحد السيت جوبس دوت سي زاد. هذا السيت هذا تحط فيه السي في تاعك خويا وتحط فيه لي زانفورماسيون تاعك، وهذا هو السيت المعترف به اللي انا تماك تشاك اللي الناس كما نقول حنا اللي تريكريتو منه، ولا واحد من لي طرونجي يقدر يدخل يخدم به ولا. المهم من تما خويا العزيز درت فيه السي في تاعي وبديت ساعات امبوستولي كون في الدومين تاعي تاع لوتيل هذيك، شنو يحطوا مع البيج يعني ريسبسيونيست نايت اوديتور من كذا في الدومين. هي صارت اون 2017، بعد اون 2017 جاوني الانترفيو الاول مع واحد لاشان هنايا تاع لوتيل لاشان هنا، درت معاهم اونتروتيان تاك تاك سي بون فرزوني قبلوني. ومن بعد صار لي واحد البروبليم معاهم هما اللي هنا بالك على بالك بها الحكايه، تسمى في الدي بي كيحبوا ريكريتي واحد من اللي طرون من كيما قلنا من لافريك ولا يجيبوه بار اجونس، لاجونس هي اللي كيما قلنا تسكل في دير لك لي بابي تاعك والاخر. ايه من بعد انا كي كونتاكتيت لاجونس هادي عطاوني الكونتاكت تاعهم حكيت معاهم، شغل هيبوني شويه شغل الصالير تاعك يديو منه بورسونتاج ومن بعد بلوس تاكس هذاك اللي تنحيه الدوله، تسمى تلقى روحك باللي قيس روحك ما ما حبيتش اخويا كونتاكتيتهم. انتم اخويا انا لا كنت مكمل هنا خير راني خدام هنا في البلاد، نهار تفرزوا اموراتكم ما كانش مشكل. تعاودت الحكايه اخويا الدور ويطيح الزهر وين في اللينكد ان، نفس لاشين اللي كنت معاه في 2017 لقيتهم بوستيون خدمه الحق كونتاكتيت مع كونتاكتيت كيما هكا، طحت مع بعد مع الدياش بعد اللي دار لي لونتروتيان قال لي مازلت انتريسي ليك، قلت له فوالا راني انتريسي ما كانش مشكل وجد لي اخويا. قال لي خلاص، قلت له بصح كونديسيون برك قول لي كيف الحكايه تاعكم تاع لي بابي. قال لي سي بون، قال لي دوك عندنا فرزنا عندنا حنا اللي نديرو لي بابي مش اجونس، والله ما عندناش تما تابعين مع نخدموا مع لاجونس تما يديروك شغل كيف يقول لها يا ربي شغل يديروا لي دوكيمون ديريكت، شغل هما اللي يسكفوا بكلش، يسكفوا بالرونديفو تاع الفيزا يوجدوا لك كوارتك تطلع لهنا يخدموا لك لي بابي تاعك كلش. هذه درت مع مونترسنا عاودوا قبلوني منا وجدوا لي الكوارت تاعي كاين واحد لي دوكيمون كا وجدتهم هم يبعثوهم لكم من متشاك، بعثوا لي دوكيمون وجدتهم حكموا لي رونديفو مع لومباساد تاع تشاك وديماريت. راح درت لونترتيان تاعي مع تشاك صحتي قبل ما قبل ما نوصل لكيفاش تعطي الفيزا. هذا سؤال برك مهم، اسكو هما يشوفوا على واحد خدام في الجزائر اسكو عنده خبره ولا يقدروا يجيبوا واحد ما زعما يخدم الدومين هذا غير عنده ديبلوم برك؟ لا هو شوف، هو هي درك اللي قلت لك انا السيت هذا درك نعطيك حاجه برك على تشاك. تشاك درك بالك في الدومين تاعي انايا العام اللي عدى برك كوم كيما نقول حنا راهم كانوا يخي الموند كان في الكوفيد، العام اللي عدى برك تشاك دخلها سبع برسك 27 مليون سايح، وهذه تسمى افونتاج كبير. علاه؟ تسمى الناس اللي تلقاها تهضر اونجلي، ايه تلقاها تهضر اونجلي باغ اكزومبل، والله ما عنده نيفو في الانجلي وخادم ريستوراسيون يقدر خويا يدير سي في كيما هكا ويلونسي في السيت هذايا ويبدا يحوس باغ اكزومبل في الكوتي تاع ريستوراسيون. لكن قاري اونجلي ويخدم على باليش انا خادم في الدومين تاع لوتيل ريسبسيونيست ولا باجاجيست ولا، يروح اخويا ويتستي ويجرب. راك فاهم كيفاه؟ هما ما يحتاجوش كيما نقول حنا واحد يكون بالك. انا درك كنت نخدم الجماعه اللي نخدم معاهم ماشي ذاك النيفو العالي خلاص، راك فاهمه؟ ماشي النيفو ذاك القوي خلاص اللي تقول باللي بالك ما يقبلونيش. الله تكون عندك باغ اكزومبل لونجلي، يكون عندك باغ اكزومبل ثاني قاري مثلا، معليش انا مخلص قرايتك في الجامعه عندك ديبلوم، راك فاهمه؟ لوحوا على ربي بس ما تشوف ما تيماجينيش خلاص كيفاش تجي هذه هي. تسمى هما ما يشرطوش ماشي باغ اكزومبل يشرط عليك. السؤال خلينا برك نكمل نحكي خير. وفي اي وقت يا اخي؟ في اي وقت اللي ما عندهاش وقت محدد يعني في اي وقت واحد يقدر يحط سي في ولا يحوس يعني مش عندها وقت برك؟ كاين السيت هذا شوف تحط فيه خويا شغل كيما نقول حنايا قاعد كيما لينكد ان، تحط اخويا السي في تاعك تما لي زانفورماسيون ومن بعد وش يوم شغل باغ اكزومبل ديروا يولي لك ابديت شغل ميزاجور مع الجيميل تاعك. واش يولي يدير لك؟ يولي لك باغ اكزومبل يشوف لك مثلا الخدمه اللي راك تحوس عليها ويبعث لك في الجيميل تاعك يقول لك بلي فوالا راهي كاين. ايوا يقول لك بلي فوالا راهو الخدمه اللي راك كيما اللي راك تحوس عليها راهي راه محطوها درك في السيت هذا الا كانك انتيريسي لو السي في تاعك. هذه هي كاسرات لي انا 2017 كاسرات لي، كنت كل ما نحل الجيميل نبعث السي في للجماعه بعث سي في بعث سي في بعث سي في حتى سهل ربي. زيد احكي لنا درك على الانترفيو، كيفاش الانترفيو كيفاه يديروا الانترفيو هذا؟ احكي لنا عليه طلابه شويه عطينا معاك. وين انترفيو تاع الخدمه ولا تاع لومباساد؟ لا الانترفيو تاع الخدمه صح كيفاه بيقبلوك زعما واش تنصح خاوتنا كي يديروا معاهم انترفيو اصحاب لي زوتيل هذم
كيف يهضروا، كيفاش يديروا، واش لازم يديروا به قبل. شوف جينيرالمون في الدومين تاع لوتيلي كيدير اونتروتيان، كيدير اونتروتيان راك عندك 3 اونتروتيان. اونتروتيان الاول تاعك مع الدياراج اللي هو كيف يقولوها تاع الموارد البشريه، لونتروتيان الثاني مع الشيف ديبارتمون اللي تخدم عنده، الا كان تخدم في الريسبسيون ولا راه كان تخدم في الريستورون ولا راه كان تخدم في النيتواج اللي هو الهاوس كيبينغ كان كيفاه. ومن بعد كي تفوت هادو لي دو اونتروتيان هادو مع الريسورس هيما ومع الشيف ديبارتمون، يبقى الكونتروتيان الاخر، لونتروتيان الاخر مع الديريكتور جينيرال تاع لوتيل. الديريكتور لونتروتيان مع الديريكتور جينيرال تاع لوتيل ماشي حاجه كبيره، باسكو لو فات انه يقبلك الدياراج ويقبلك الشاف ديبارتمون تاع اللي راح تخدم عنده خلاص. لي كيسيون باينين صاحبي، ويسقسيك باغ اكزومبل واش قريت واش مداير، اسكو خدمت بلاصه دي، اسكو خدمت ما خدمتش، يشوف مثلا النيفو تاعك الا كانت تهضر اونغلي ما تهضرش اونغلي، راك فاهم. وانا كي درت لونتروتيان ما كانوش يحوسوا خلاص لا لونغ، ما يحوسوش خلاص على لا لونغ الا كانت تهضر تشيكيه ولا ما تهضرش، تما كانوا يحوسوا على الجماعه اللي يهضروا اونغلي. هذه الحاجه المليحه الله يوفقك، هذا هو لافونتاج المليح في التشاك. كوم دركا عندهم لي توريست يدخلوا بزاف، يحتاجوا لي جون لي كومونيكيو بلا باغ اكزومبل بالفرنسي اونغلي. وبيان سور بعد كي توصل لهنا اكتب لي عندك تولي باغ اكزومبل تدخل تقرا شويه تشيكيه هذيك باه تسلك روحك. انا دركا راني براسك في العام وحاجه والله يا صاحبي تشيكيه ما نقولكش راني فور بصح نسلك هكا روحي خفيف، تما كلمات من هكا تما نقدر باغ اكزومبل كومونيكي نيفو بازيك. هذه تما شوف باش تطلع لهنا لازم لك لونغلي صح، وما تكونش هذيك لونغلي كيما نقول حنايا الهاي ليفل القاويه خلاص، هذيك لونغلي ثاني تكون اخويا كيما دركا في الجزائر كاين لي ال تي هذيك، والله تقرا اخويا لما قريتش لونغلي في الجامعه دير نيفو في كاش ايكول يكون نيفو تاع عندك لاتيستاسيون بلي راك قريت، والله يسهل ودفع. وزيد تخصي سؤال اخر اخويا سيف، انت كدا خدمتي لونغلي في الجزائر كدا خدمتي العام تمام؟ خدمت صاحبي انا شوف اكسبيريونس بالك تاع حتى 3 سنين ولا 3 سنين. خدمت مع ماريوت وخدمت مع اكور، ومن بعد رحت خدمت في اوتيل في الجي، ومن الجي سهله ربي قلاتي قلاتي. واش يوم اللي احكي لك على الدوسي ديال الفيزا تاع دوسي فيزا الشاب اللي درتيه انت، واش من دوسي اللي درتيه؟ شوف هما واش يديروا، هما عندهم كي تتفاهم معاهم وتخلص يبداو يبريباريو لي دوكيمون تاعك، عندهم واحد النيميرو لازم يخرجوه. النيميرو هذا شغل هذا كيما لانام، واش يديروا يروحوا يبوستيو البوست تاع الخدمه هذا كيما نقولوا في لانام تاعهم راك فاهم، ومن بعد يقعدوا في بيريود تاع 15 جور ولا تاع 20 جور. في ال 15 جور هذيك كي ما يجيهم حتى واحد متشاك اللي هو تشيكي، يخرجوا واحد النيميرو هذا النيميرو انترناسيونال هذاك هو اللي به يعطيوه لك في واحد الورقه هكا تعمرها كي تعمرها، هذاك هو النيميرو هذاك اللي من بعد اللي كي تروح لومباساد وتدفع لي دوكيمون تاعك يهزوا النيميرو هذاك يطابيو عليه ولا يشاركيو عليه، يلقاو باللي صح لوفر دو ترافاي هذا راه اكزيستي وانت راك رايح تخدم في البلاصه هذه، باسكو قادر يقول لك باللي هذا النومور هذا باللي هذا السيد او باغ اكزومبل مطرافي كيبان لك الكونترا تاعو والله داروا له شغل الكونترا هذيك كيما دوك راهم يديروا فيها بالسوارد والله هادي لا خويا، هادو يخرج لك واحد النومرو بالنومرو هذاك بعدا في الكونسيلا ولا في الامباساد كي تجي دير كي يقولها كي دير لونتروتيان معاهم يشوفوا بالنومرو هذاك، بالنومرو هذاك يعرفوا باللي صح الخدمه هادي راه اكزيستي في التشيك وراهم حاطينها ديجا للشركه الفلانيه ولا لوطيل الفلاني وراهم عطاوه الكليك نتايا باش تعقب لونتروتيان تاعك. لي دوكيمون كيما قلنا درك عندك هذا النيميرو هذا يحطوه لك في واحد الورقه هكا واحد الفايل هكا واحد 5 ورق ولا تعمرهم شرط تحط له نون برينون تاعك الاسم الوالده العائله تاعك من واش خدمت واش قريت واش كذا، هذاك تبعته لهم يعاود يكاشيوه لك هما يعاود يردوه لك يبعثوه لك. عندك كارت جوديسيير يكون، والحاجه اللي نحكيو عليها سكو تشيك لازم لي دوكيمون بكل ترادويزي خويا لازم مترجمين التشيكيه. وانا صارلي بروبلام تعرف شوف ما يجيش نلقى لي ترادويزي التشيكيه خويا، واش علاش لكن خدمت عندك دي زاتيستاسيون لكن قريت في الجامعه ولا قريت عندك ديبلوم في كاسي جوديسيير كلش ترادويزي بالتشيكيا، وحنا في الجزائر ما كانش تراديكتور كيما حنا معتمد، كاين واحد نشفع عليه عيط لومباساد تما عطاوني نمر تاع واحد الحق انا الجماعه
اللي انا مخدمه معاه اللي طلع لهنا قال لك اخويا بيان الله بارك الله فيك تما يخدم اخويا حاجه نظيفه. انا سال ربي يعني ربي في ولاد الحلال كيما هكا كاين واحد لهنا في الشركه اخويا عاوني دار لي دي دوكيمون تاعي ترادويزاهم لي بعثهم لي والحمد لله فوتهم قبلوه لي قبلوهم لي نورمال. سمعت ترجمتي بعثتي من صاحبك صاحبك ترجم لك في الشركة؟ ايه تبعث لصاحبي بعث لصاحبي هذا ترادويزاهم لي ومن بعد عاود بعثهم لي ومن بعد كي راح ومن بعد فوالا كي تروح دير لونتروتيان تعطيهم له واحد 15 مينوت الله يفيري فيهم لا كان راهم بيان واش يدير يكاشيهم يدير ستامب تاعهم شغل داك الكاشي تاعهم وتسلك على الكاشي هذاك تسلك الورقه بالك ب 100000 الله صراحه ديك هذيك شغل فالابل فالابل ايترونجي الدوكيمون تاعك بلا دور فالابل وبيان سور عندك لي دوكيمون تاعك قبل ما تترادويزيهم لازم تفوتهم الساعه على مثلا الا كان عندك الباك لازم تروح لوزاره التربيه تكاشيه ومن بعد تروح لوزاره الخارجيه تكاشيه ولا كان عندك لا ليسونس ولا الماستر كيف كيف وزاره التعليم العالي ومن بعد تفوت وزاره الخارجيه اي دوكيمون لازم يفوت على الهيئه اللي راك خرجتها من عندهم ومن بعد تروح لوزاره الخارجيه تخلصها في وزاره الخارجيه ومن بعد ترادويزي غير ورقه واحده بين خوتي بها نقولوا لها مسك بها يدير حسابها ورقه تاع الكازي ما ترجم ما دارش عند وزاره الخارجيه دار عند وزاره العدل تاع الكازي كي الكازي جدي سير كي تروح تجيب دوك راه تروح تقول له مثلا اعطيني الكازي فالابل ليترونجي يخدموه لك من بعد كاشي عند كاشي عند رئيس المحكمه ورئيس الغرفه ومن بعد البروكيور جينيرال ايه ومن بعد تروح لوزاره العدل يكاشي هو لكم بعد تعاود تروح لتترادويزي وتترادويزي هذيك لومباسات تاعهم لومباسات تاعهم تقدر تقول لهم بلاصه كان الناس معك بجامي راح تسمى الارشي ما تعرفش كيما نقول له شنو بلاصه والله نسيت على اسمها والله نسيت على اسمها بصح جاب لي ربي شوف لما نسيتش لما نسيتش راهي قدام لومباسات تاع الاسبان راهي مش بعيدة عليهم وزيدك واحد الحاجه شوف احكي لي اخويا سيف كي دخلتي استراليا الداخل كانت شويه عندك خوف ما كانش خوف شوف شوف دوك نقول لك واحد الحكايه تموت بالضحك شوف الناس بالك كم كاين جماعه بالك من بعد كيتفرجوا الفيديو راهم راحوا فوتوا بالك في لونتروتي راحوا فوتوا الانترفيو في لومباسات تاع الامريكان صدقني يا جلال خويا لي كيسيون لي سبوزاو لي سبوزاو لي انايا بالك تما بالك والله ما يسبوزاو لك تحت دوموندي فيزا تاع الامريكان شوف انا حسبتهم بوز عليا 52 كيسيون خويا العزيز دخلت على التسعه خرجت على 10 ونص شوف يبدا لك بدا لي بلا كيسيون الاولى عرف لي روحك شكون نتايا وختمها لي بكيسيون واش يا فيري قال لي كي تطلع للتشيك بار اكزومبل كي تطلع للتشيك اسكو راك ضامن باللي اسكو راك عندك تسمى يونيدي هكا على المصاريف اللي راح تصرفهم المصاريف تسمى اسكو بار اكزومبل مثلا تسلك مثلا نقول حنا تسلك 100 يورو اسكو ال 100 يورو دي تكفيك في الشهر ولا ما تكفيكش 52 كاين كيسيون كاع كي روحت للدار عاود كتبتهم بالوعد قلت اون كاو كش ما يصرا والله ولا قاضي عاود يعيط لك مثلا ما ادريش ساعه ساعه يقول لك ارواح عاود مثلا انا باليش المهم قالوا لي باسكو الجماعه حكاو لي قال لك قادر يعاود يعيط طول قادر المهم هذه 52 كيسيون ضرب معايا بالك شوف ساعه والله شوف ساعه ونص واقف شغلك في لومباسات تاع الامريكان تدخل تدفع لي دوكيمون تاعك اللي عطيني قلنا عليهم ومن بعد يبدا يقول لك تحب تهضر معايا تحب نهضر معاك بالفرنسي ولا بلونجلي تقول له بالفرنسي الا كان ديما ريت معاه بالفرنسي تكمل بالفرنسي خويا ما كان لا تبدا تعوج له ولا كان بلونجلي تكمل معاه بلونجلي وكي دخلتي تلقيت الغاشي بزاف تما كل بزاف كاع غاشي لي رونديفو باسكو بلي رونديفو انا الشركه هي اللي حكمت لي انا الشركه هي اللي حكمت لي رونديفو تما عطاوني رونديفو فتحت فيه جورني وحدي رحت هكش كي تدخل دوك نقول لك زعما دوك نقول لك ماشي تدخل هكا كيما تي ال اس وتبقى تسنى في دالتك ولا تبقى برا عندك الوقت تاعك تسعه هاد الساعه بعد يفتح لك لاجون تاع الباب عطيني لا بيس دي عطيني بيس دونتيتي تاعك تعطي لي بيس دونتيتي باسبور ومن بعد واش يقول لك اوكي الباب هذا افتحه تفتح الباب مع تخرج تلقى راك في متر على متر يقول لك كي تقفل الباب الاول الى الباب الدوزيام تحل الباب الدوزيام تدخل كي تدخل بعد تلقى شغل ثاني شغل بيكوك متر على متر تلقى مرايا في وجهك المرايا هذاك ما تشوفوش شكون اللي قاعد يدير معاك لونتروتيا وتلقى واحد لوفرتور صغير هكا يبعثها لك يقول لك حط لي دوكيمون تاعك تحط له انت لي دوكيمون يعاود يدخلهم عنده يقول لك انا دوك نجي هو يقول لك انا دوك نجي
هو ماشي راح هكاك تما باش او راح برك، هو وراه وهما مزوج وكاين واحد شغل كاين قدامه بالكاميرا ويفيريفي يشوفك لي جاست تاعك الرياكسيون تاعك فارق قاعد مقلق ماكش مقلق ما على باليش انايا الوقفه تاعك تقلق ما تقلقش تشوف مع الساعه المهم شغل يبريسي وكاكا باش يشوف لطاش السيد هذا شغل مسيكولوج قاعد قدامك مسيكولوج يشوف معك كيفاه راك قاعد كيفاه راك قاعد ترياجي ومن بعد يجيك يبدا يقول لك فوالا لي دوكيمون تاعك راه نحكمناهم يبدا يقول لك باللي كيما انا دفعت في الفيزا تاعي دفعت 3 ملايين يقول لك فوالا هاي الفيزا تاعك قداه جات منك كذا يعطيك البون تعطيه الدراهم ومن بعد يقول لك فوالا اسكو نبداو يقول لك ايه تقول له ايه يقول لك خلاص يبداو يقول لك فتحب نحكي معاك فرونسي ولا اونجلي لا لونجلي تخيرها ديماري بها هذه هي والاسئله كانوا الاسئله كانوا شويه كيما نقولوا ساهلين بالنسبه لي جاوبت عليهم كل عرفتي كيفاش تحكي معاه كل جاتك سهله شوف هما دي كيسيون ماشي شوف اسئله مش هاربين اسئله راهم يدوروا لك نورمال شكون نتايا فيه زايد شغل ما تكذبش شغل درك راه قاعد في المرايه شغل راك واقف في المرايه واحكي صاحبي كيف المرايه تحكي معاك كيف اسمك هاو كيف اسمك كيف نقمتك قد في عمرك وين زايد واش قريت اسم باباك اسم امك باباك خدام امك خدامه خاوتك متزوجين مش متزوجين عندهم اولاد ما عندهمش اولاد كيفاه لقيت الخدمه تشاك مع من درت لونتروتيان وين بلاصه رايح تسكن ومن بعد يقول لك باغ اكزومبل عندك كونت بانكير عندك سوارد ما عندك سوارد كيفاه سمعت بالخدمه هذه اسكو عندك باغ اكزومبل خرج من قبل مثلا خرج اسكو درت دومون تاع فيزا من قبل ورفضولك لا ما رفضولكش شغل دي كيسيون نورمال خلاص ما تكذبش هذه هي برك شغل روح شغل قاعد تحكي مع روحك باسكو هو يفيق بيك ولو كان تبدا هكا دوك نقول لك علاه باسكو هو قادر يبوزي الكيسيون ومن بعد يشيد لك يسقسيك سؤال ومن بعد يزيد تشوفك ومن بعد يعاود يولي لك السؤال هذاك بعد باش يشوفك يقول لك مثلا انت درت فيزا من قبل ولا ما درتش تقول له ما درتش يروح يسقسيك اربعه ولا خمس اسئله ومن بعد يعاود يقول لك حقا قول لي درت فيزا من قبل ولا ما درتش باش يعاود يشوفك طاش اذا كان تهضر صح والله ماشي ولا تكذب تقول له مثلا يقول لك فيها يقول لك باباك فيها زايد تقول له مثلا في 10 مارس يروح يفوتها يقول لك عاود لي برك باباك فيها زايد ويشوفك طاش شوف قلت لك انا هذيك قالوا لي باللي راح تعقب دي كيس راح تعقب تسمى انترفيو شويه صعيب بصح ما كنتش ميماجيني هكاك واش هي شغل تروح الاز روح دير في حسابك باللي شغل يا جات يا راحت ومن بعد كيفاش قعدوا بعد اذا قعدوا بيعطوك الفيزا طولوا عليك شوف انا ما طولوش عليا انا فور ما طولوش عليا باسكو انا نشفع عليها دفعت لو 7 ديسمبر هزيتها له 20 جانفي ما طولوش عليا خلاص شغل عطاوها لي ب 3 موا شغل قالوا لي من لو 20 جانفي تقدر تروح كيما نقول حنايا حتى المارس حتى الفاند مارس وانا كوم لا الخدمه تاعي الكونترا طرافاي تاعي تبدا في افريل ما حبيتش راه قلت خليه حتى نفرز اموراتي بشويه من هكا سنيت بالك 10 ايام من الاخرين و 15 يوم من الاخرين وطلعت طلعت لهنا بون كيعطوني لا ريبونس يعطيوك لا ريبونس تاع الفيزا واش دير راهم يعيطوا لك قبل يعطيوك ايميل يقول لك بلي فوالا انا ما واش يقول لك وتجيب لاسيرونس دو فواياج والمشكل هنا واش هو لاسيرونس دو فواياج ما تقدرش ديرها في الجزائر سورتو الا كان عاد باغ اكزومبل راح تقرا ولا فيزا طرافاي ما تقدرش ديرها في الجزائر لازم ديرها في التشاد كاين عندهم لهنا عندهم هنا لاسيرونس دو فواياج تحمل هنا يخدموا غير معايا تسمى واش دير لازم لك يكون عندك كونتاكت تاع واحد راه في التشاد يخدم لك فيزا يخدم لك لاسيرونس دو فواياج هما تاع في شهر ومن بعد تعاود يبعثوها لك ومن بعد بها باه تروح لومباساد باش يعطيوك الباسبور تاعك تسمى دي سورتو بالجماعه سورتو الجماعه اللي باغ اكزومبل رايحين فيزا طرافاي ولا رايحين فيزا ديتي لازم اسيرونس لاسيرونس دي فواياج لازم تكون من اجونس من تشيك في الجزائر ما يقبلوهاش اسيرونس دي فواياج كي تعود مثلا طالعه ك انفير تاع توريست والله ما على باليش فيزا توريستيك ما على باليش لكن تطلعها سيف اخويا شكون كان يقيدي فيك الحوايج شكون كان يقيدي يوريك في الدوسي بي شوف دوك نفهمك شوف حوس كي نقول لك حوس علاه قلت لك انا كي حكينا والبارح قلت لك بربي ان شاء الله راني نديسيدي دركا منا ورايح
اني راح شغل الله راح دوكا نبازي على التشيك لي فيديو من هكا تسمى ماذا بيا واحد اخر ان شاء الله كي يحب يطلع التشيك او ما يستفاد او ما بزوج كيما نقولوا حنا بكلمه ولا بحاجه من عندي انا باسكو عليه حوست خويا العز ميم كي جيت كي ديسيديت ديماريت بديت نخدم في لي بروسيدور تاع الفيزا والاخر ما لقيتش اخويا ما لقيتش حتى سبحان الله طحت في واحد الجروب هكا في الفيسبوك اجوت دخلت فيه واحد الطفلان شفع عليها بعث لي كونتاكت تاع واحد ربي يذكرها بالخير كونتاكت تاع واحد ها عيط لي هو طلع فيزا ديتود عيط لي قصر معايا قال لي كيف الحكايه قلت له كيف انا قبلوني دمار كوارت هكا بقى مسكين هو كونتاكت معايا وزاد عرفني بالسيد هذا اللي قلت لي طراد فيزا لي دوكيمون تاعي وكي طلعت لنا الله يتذكر اخويا الله غير عاوني في كداش حاجه عاوني هو عاوني في لاسيونس دو فواياج عاوني في الدوسي تاعي في الوراقي تاعي تما يطيحك ربي في حباب ربي وهذه هي شغل تمشي لازم تمشي بالبرانسيب هذا بعد عاونوك لازم تعاون خويا العزيز تما لقيت ناس عاونوك انت ثاني خويا ان شاء الله كي تطلع اخويا ما تدخلش اخويا ام دي فوا يبعثوا لي جماعه مناك نقول كي تكون حاجه نعرفها راني يعني نقول له اخويا هاي كيفاش حاجه ما نعرفهاش نقول له اخويا ما نعرفهاش بصح نقدر نقيديك روح عند هذا الفلان هذا او يقدر يعاونك هذه باك تما كي تفوت وتطلع وتكون تما عندك امور شويه معلومات اخويا ما تدخلش باسكو علاه باسكو في الديبي في الديبي راك انت بعد راك كنت تحوس على واحد يعاونك هذه هي درك كمل الحكي هذاك حكمت الفيزا في يد كلش كيفاش كان ديبار داك كاين عاد ديبار كيفاش دي مارشي من الجزائر حكمت الفيزا ومن بعد يجيك هذاك الشغل كيما نقولوا حنا هذيك الشغل الفرحه هذيك تجيك واحد 20 مينيت ولا 30 مينيت ومن بعد علاه تبداش شغل في لمح البصر بعد هي تفرحتي بعطاني الفيزا ومن بعد تبدا تخمم بعد في لي بروسيدير اللي موراهم بعد فنبدا نوجد الدوسي تاعي ونوجد الكابا نوجد الحوايج منا قلت عطاوني الفيزا بديت نوجد اخويا الدوسي تاعي تما بديت نوجد كورباسي اللي حنطلعهم بديت نوجد قشي الكابا منا كاكا البيت على الطياره الناس اللي تطلع تشاكا بالك هي على بالها ما كانش فور ديريكت للتشاك من الجزائر للتشاك كاين لازم تروح مع لي في طنجة الجزائر فرانكفورت للتشاك ولا تروح في اير فرنسا فرنسا للتشاك ولا تروح مع التركيه ترك تشاك هادو هما لي تروا كومبانيا يعني اللي لقيتهم تسمى اللي طلعوك للتشاك هادي تسمى ما كانش فور ديريكت وكون باغ اكزومبل دوك يكون عندك فيزا ما تقدرش باغ اكزومبل دير فول مثلا من فرنسا ومن بعد تحكم بيس وتجي للتشيك ما تقدرش لازم تدخل بالفيزا في البلاد اللي عطاتك الفيزا بعد لكن باغ اكزومبل رايح للتشيك لازم تشري بي تاعك من الجزائر للتشيك وفرنسا تهبط في فرنسا دير لي سكال تاعك وتقعد شغل هذيك في لاصال دومباركومون هذيك وتسنى باش تروح من فرنسا تزيد تكمل من فرنسا وتروح للتشيك ما تقدرش باسكو كاين الناس يقول لك واش تقدر باغ اكزومبل تهبط في فرنسا اي فيزا شنغن تهبط في فرنسا ومن بعد من فرنسا تحكم بيس باغ اكزومبل اللي يطلعك للتشيك ما تقدرش ما عندكش لو دروات تخرج من تما ما عندكش لو دروات تخرج من المطار هما في المطار ما يكاشيولكش يفيريفيولك برك بلي عندك الفيزا الكاشي لازم الكاشي الاول تاع الفيزا يكون في البلاد اللي عطاتك الفيزا اي لازم تشري مع لي طروا كومب وحده من اللي من الشركات هذو يا اير فرانس يا تركيا يا ليفتانزا وهذو اللي بيرتا رحمه في ثلاثه في الج تما تقدر تشري البي تاعك فار اكزومبل تشريهم السيت وتروح اخويا للشركه هذه ولا للشركه للبيرو اللي راه حاضر اللي راه في الجي وتسلك لتما وتطلع الازمه